كمراجعة سريعة، ايش راح نقول؟ راح نقول حرف الإي إذا جاء وحده يلفظ أ، وإذا تكرر يلفظ إي، وإذا جاء بعده أي يلفظ إي، وبنهاية الكلمة لا يلفظ، ولكن إذا كانت الكلمة مكونة من صوت واحد يلفظ. السلام عليكم. الحلقة الخامسة من سلسلة تعلم قراءة اللغة الإنجليزية، حرف الإي. حرف الإي من الحروف المهمة جدا. أغلب كلمات اللغة الإنجليزية تحتوي على حرف إي، لذلك مهم جدا أنه نعرف شلون يلفظ حرف الإي. حرف الإي بأربع لفظات، الأولى أنه إذا كان وحده، والثانية أنه إذا كان مكرر، والثالثة أنه يجي بعده أي، والرابعة أنه يكون في نهاية الكلمة. نشرحهم بالتفصيل، ركز وياي لأنه مهمات جدا. فإذا كان وحده حرف الإي، تشوف حرف إي واحد بالكلمة، بهاي الحالة يلفظ بين الفتحة والكسرة، يعني لا تقول إي ولا تقول آ، تقول بيناتهم. شنو هذا اللفظ؟ آ، ما ينكتب، ما أقدر أكتب لك آ، ما أقدر. لذلك ركز على السمع، آ آ، عيدها بعد آ. فعندنا حرف الآر هاي الكلمة الأولى، وآ را، ودا راد راد، ف و أ ف، ود فاد فاد، س. ليش س؟ لأن يجي بعده إي. تذكر حرف السي لو لا؟ إذا ما تذكره ارجع بالسلسلة إلى حرف السي. س و ال سال، ب و أ ب، ود باد، سب سب، و أ سب، ون سبان، ود spend. نقراهم بشكل كامل، راح نقول read، تأكد لي من اللفظ، لا تقول read، لا تقول read، read، fed، sell، bed، spend. إذا حرف الإي إذا جاء وحده يلفظ A. زين، وإذا جاني حرف الإي مكرر، يعني حرفين إي واحد يم الأخ، إيش راح يلفظ؟ بهاي الحالة راح يلفظ إي مو A، إي. مثل read، يعني هاي الكلمة كانت تقرأ read، من كررنا الحرف صارت read، feed، meet، ب و إي، ب، س و إي، س. إذا حرف الإي إذا جاء مكرر يلفظ إي. زين، وإذا إجاني بعده أي، الحلو بالموضوع إنه إذا إجاني بعده أي أيضا يلفظ إي، إذا جاني بعده أي أيضا يلفظ إي. لذلك الريد والريد اثنينهم نفس اللفظ، هاي معناها قصب وهاي معناها يقرأ، بس كلفظ اثنينهم ريد، فإذا هاي ريد. الإي والأي اثنينهم يلفظون إي، الإي والأي اثنينهم يلفظون إي، يعني مو تقرأ لي هاي إي وهاي آ، لا، اثنينهم يلفظون إي. فريد ما، وإي مي، وتاء ميت، ها وإي هي، وتاء هيت، سب وإي سبي، وكا سبيك. نقرأهم بشكل كامل، ريد ميت هيت سبيك. فإذا حرف الإي إذا جاء بعده أي يلفظ إي. أما إذا جاء حرف الإي في نهاية الكلمة راح يكون شنو؟ لا يلفظ، ما تلفظ حرف الإي بنهاية الكلمة. مثل رايد، كيوت، هوم، ميد. لازم نتذكر انه حرف الاي له تاثير على حروف العله، هاي راح نشرحها بدرس بوحده، ولكن بس حبيت اذكركم. اللي ما يعرف شنو تاثيره على حروف العله يراجع حرف الاي، راح يعرف انه حرف الاي بنهايه الكلمه يؤثر على حرف العله يجعله يلفظ مثل اسمه. حرف الاي في نهايه الكلمه يلفظ في بعض الكلمات، وعندنا سبب. السبب انه اذا كانت الكلمه مكونه من صوت واحد، يعني اذا حذفنا حرف الاي ما راح يبقى بس صوت واحد، بهاي الحاله خطا، لازم يبقى حرف الاي، لان ماكو كلمه باللغه الانجليزيه لا تحتوي على حرف عله. كل كلمه باللغه الانجليزيه لو كانت من حرف واحد لازم يكون حرف عله، لازم بها حرف عله، والاي من حروف العله. فإذا لاحظ كلمة هي
إذا نحذف الإي راح تبقى ها، فخطأ، لازم نقول هي. ش صح ثلاث حروف صح، بس الاس والاتش اثنيناتهم يلفظون ش، فهذا صوت واحد، إذا نحذف الإي يبقى ش، فإذا ما يصير، لازم نقول شي وي مي بي. نقرأهم بشكل كامل، هي شي وي مي بي. فعلى هذا الأساس وهذه الكلمات حرف الهي في نهاية الكلمة يلفظ. إذا كمراجعة سريعة ايش راح نقول؟ راح نقول حرف الإي إذا جاء وحده يلفظ أ، وإذا تكرر يلفظ إي، وإذا جاء بعده أي يلفظ إي، وبنهاية الكلمة لا يلفظ، ولكن إذا كانت الكلمة مكونة من صوت واحد يلفظ. والسلام عليكم ورحمة الله.